السلام عليكم ورحمة الله. احنا لسه مكملين كلامنا في الموضوع الديستليشن، وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت اخر حاجة وصلنا لها لما اتكلمنا على الكولوم انترنالز، وهنكمل كلامنا بالنسبة بقى لموضوع الكالكوليشن تايم ده. يعني احنا كنا قلناه بسرعة، بس انا حابب ان احنا ندخل في تفاصيله اكتر شوية، اللي هو الجزء التاني اللي انا هشتغل على الريت بيست. فزي ما قلنا الريت بيزد ان هو دلوقتي هيعمل حساباته على اساس الماس ترانسفير مش على اساس الستيج ايكوليبريم كالكيوليشنز، وكنا اتكلمنا عن الفرق بين الاثنين. فانا عايز اشوف بقى لو انا اخترت الريت بيزد ده ايه الفروقات اللي هتبقى بالنسبه لي وانا شغال كمعطيات انا هديها له، وبالنسبه للاوتبوتس خلاص. فانا لو انا هشتغل على ريت بيز هلاقي ان هو اول حاجه ان الاثنين دول ما بقوش يعني محتاجين اعرفه. انا شلت كولوم انترنالز بتاعت المره اللي فاتت علشان هنحتاجها تاني، فانا شلتها. وعايز اشوف بقى هحتاج اعرف ايه هنا. فانا في الجزء بتاع ريت بيز هلاقي ان هو معلومات كتير جدا على الماس ترانسفير كوفيشنتس وعلى الفاكتورز، في فاكتورز حتى انا ما اعرفش دي بتاعت ايه، بس يعني كلها فاكتورز عشان نقدر نحسب الماس ترانسفير. الفكره ان انا يعني الجزء ده يحير شويه لان هو عنده كل الارقام، يعني هو عنده ديفولت فاليوز، ارقام محطوطه من الاول. الارقام دي انا مش يعني ماليه الشيت، يعني هو ما فيهوش مكان فاضي، ما فيهوش معلومه ناقصه. ولو جيت تقلبه يمين شمال انت مش هتعرف هو ايه المشكله. هي المشكله الحقيقه ان في جزء بتاع السكشنز ده محتاج يتملي، وهو ده يعني، ودي حاجه غريبه، يمكن علشان ده لونه ما ينفعش يبقى احمر دلوقتي لان هو لسه مش اكتف، فهو ده اللي بيبقى احمر مكانه لغايه لما التاني يبقى احمر. ده تخيلي يعني، بس يعني خلاصه الكلام ان المشكله في الجزء ده كله في الحته بتاعت السكشنز دي. فانا عشان احل الموضوع ده انا لازم الاول اقسم الكولوم لسكشنز. فانا هعمل نفس اللي عملته المره اللي فاتت، هقول له اد، وهاجي هنا في السكشنز هعمل اد سكشنز واوتو سكشنز، وهو عمل السكشنز زي ما عملنا المره اللي فاتت. بس هنلاحظ ملاحظه مختلفه شويه عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت هو حط القيم كلها لما انا كنت شغال على الايكوليبريم مود، ويمكن ده فرق شويه بين الاثنين. ان انا يعني زي ما كنت قبل كده بيبقى عندي ديزاين مود وريتنج مود في الكولومز، انا برضو عندي هنا ديزاين مود وريتنج مود جوه الكولوم نفسه. مش يبقى يعني المره اللي فاتت كان عندي، او لما كنا شغالين في الشورت كات كان عندي اللي هو الدي اي دي اس تي دبليو ان ده تي دبليو يو، وكان في دي اس تي ال ده كان بتاع ريتنج وده كان بتاع ديزاين، وكنا شفنا فرق بين الاثنين. فهنا برضو انا عندي نفس الحكايه، ان انا الكولوم ده يا اما هشتغل واحد فيه ريتنج يا اما هشتغل بيه سايزنج. فهو على الاقل لازم واحد منهم يبقى ريتنج خلاص، لازم واحد على الاقل من الاثنين يبقى ريتنج خلاص. فانا انا انا لو تاخدوا بالكم، انا لو مخلي ده يعني عايز بس الناس تبص على دول وتبص على اللي انا هعمله. لما خليت الاثنين سايزنج الاثنين بقى لونهم احمر، لما خليت واحد ريتنج الثاني بقى ازرق عادي، يعني هو ما بقاش محتاج معلومات في الـ في الـ في الـ في الريتنج في الثاني قصدي. على الاقل لازم سيكشن واحد في الكولوم يبقى معمول في الريتنج مود، وده اللي هعرف فيه التفاصيل بتاعته. التاني هيحسبه، يعني هو التاني ما عندوش مشكله ان هو يحسبه، بس لازم بما ان انا شغال على 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 ريت بيزد هنا لازم سيكشن واحد على الاقل يبقى متعرف من جوه علشان يعمل عليه الريت بيزد كالكيوليشن. فهلاقي ان هو في هنا معلومات كتير اللي المره اللي فاتت احنا كنا جبناها هو مش حاططها. يعني انا لا قال لي الدايمتر كام ولا الوير لينث كام ولا اي حاجه خالص. انا هحط شويه معلومات بناء على اللي انا فاكره من المره اللي فاتت لان انا ما عنديش ارقام. فانا هحط دايمتر مثلا 15 فوت، هحط مثلا ده لازم يبقى، هتلاقي ان هو كاتب لك ان هو مش كاتب بس يعني ده لازم يبقى هو لو تاخد بالكم برده في اتنين لونهم اصفر هنا، ده وده لونه اصفر، يعني لازم املى واحد منهم. فانا لو مليت واحد هيبقى خلاص. فانا هقول مثلا ان ده هيبقى واحد فوت، هو كده خلاص بقى مبسوط. بقيه المعلومات مش ضروريه قوي، يعني المعلومات الضروريه انا خلاص مليتها اللي هي كانت الهول للاكتيف اريا والداون كامر ويدث والدايمتر او السايد وير لينث، يعني يا ده يا ده خلاص والدايمتر. لو حطيت ده هتلاقي ان هو مش سامح لي يعني ان انا هحط فيه ارقام،
كويس. فالمهم يعني ايه، انا كده اديته شوية معلومات. في بقى حاجات تاني لو حد عايز بقى يغير في البارامترز دي في اي حاجة، هي ده لا ده السمري ده، فده لسه مش ما فيهوش حاجة. بس يعني الخلاصة ان انا وانا في الجزء بتاع السكشنز ده لازم ابقى فاهم ان انا لازم واحد فيهم يبقى ريتنج مود، او اخلي الاثنين ريتنج، ما عنديش مشكلة ان الاثنين يبقوا ريتنج، بس لازم واحد فيهم يبقى ريتنج مود. هلاقي بقى ان دي في الريت بيس سيت اب دي خلاص ما بقتش لونها احمر، واللون الاحمر قلب بقى هنا. هو عايز ايه؟ هو عايز اللي انا عاملها ريتنج مود تبقى ريت بيس كالكوليشن. هو ده اللي عايزني اعمله. ان انا اقول له ان انا هشتغل هنا بريت بيس كالكوليشن، وان القيم بقى اللي هي الفاكتورز بتاعت الهيت ترانسفير فاكتور ومش عارف ايه، يعني تفاصيل كتير انا ما عنديش معلومات قوي عنها. تاني ده يرجعنا للجزء او الموضوع اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، لو حد عايز يرجع لكولسون اللي هو فوليوم 6 ويشوف بقى الديزاين بتاع الديستليشن كولومز، هيلاقي فيه التفاصيل هناك قوي، يعني هيلاقي ممكن يلاقي كل المعلومات دي هناك. انا مش فاكر بصراحة، بس يعني في الغالب هتلاقي المعلومات دي هناك. ف يعني احنا هنعمل ران دلوقتي ونشوف بقى هو هيعمل ايه. فهنلاقي ان هو الريزلتس اللي هتطلع فيه بقى الجزء بتاع السكشن الاولاني ده، هو المفروض ما يبقاش فيه ريزلتس قوي لان انا اللي مديله كل حاجه. فبس هتلاقي ان هو مثلا بيقول لي باي تري، كل تري فيهم قد ايه في جيت فلاج، وقد ايه في بريشر دروب، وقد ايه في باك اب، يعني كل التفاصيل بتاعه كل ستيج هتلاقيها موجوده، سواء اللي انا عملت له ديزاين او اللي انا عملت له ريتنج. فالمعلومات دي كلها موجوده كويس. بالنسبه للهيدروليك بلوتس هتلاقي ان هي اختلفت شويه عن المره اللي فاتت. يعني المره اللي فاتت انا كان عندي جزء منها كده وجزء كده، فلما بيبتدي يعمل الريت بيز كالكوليشنز الموضوع بيختلف شويه عن الايكوليبريم كالكوليشنز. فواضح ان انا الارقام اللي انا حطيتها دي كانت تعبانه جدا. فهو واضح ان انا ايه مش 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 مش, مش, مش كويسه الارقام اللي انا حطيتها دي. فانا ممكن من الحاجات الظريفه اللي انا اعملها ان انا يعني ايه هاخد الارقام اللي هو اداها لي ساعه الايكوليبريم. يعني ايه؟ يعني انا هاجي هنا وارجع تاني للايكوليبريم كالكوليشنز واقول له يعمل لي كولوم انترنالز بيزد على الايكوليبريم كالكوليشنز بتاعته، اللي هي كانت ارقامها كويسه، يعني كانت على الاقل احسن كتير من اللي انا عملته. يعني هتلاقي ان هنا ارقام مختلفه شويه، هنا 12 انا كنت حاطط 15، انا كنت حاطط ارقام من دماغي يعني اللي هي حاجات تعبانه شويه. وبعدين ممكن اجي هنا واقول له يشتغل على الريت بيزد خلاص، واجي هنا في السكشنز. طبعا المشكله هنا مش مشكله يعني، بس هي الفكره ان هو مش مفيش زي ما قلنا قبل كده ان مفيش ولا سكشن فيهم معمول ريتنج. فانا ممكن اخلي الاثنين دلوقتي ريتنج، انا ما عنديش مشكله. وحاجي هنا في الريت بيس سيت اب حاجي بس اقول له خليهم لي هما الاثنين ريت بيست كالكيوليشنز وخلاص. ساعتها هلاقي بقى ان الاوتبوتس احسن كتير، لان هو الارقام اللي هو حاططها ارقام اقرب للصح من الكلام الفاضي اللي انا عملته يعني. فهنيجي هنا في الهيدروليك بلوتس هنلاقي ان الكولوم مفروض يبقى لونه احسن من الاول، يعني هو لونه فرق شويه. طبعا لو انا عندي ارقام احسن او لو انا عايز اغيرها ده هيبقى احسن كتير. فيعني فدي يمكن حاجه من الحاجات اللي كنا قلناها المره اللي فاتت وقلناها المره دي برضو، اللي هي ظريفه شويه. من الحاجات الحلوه برضو هنا في الريت بيزد ان انا ممكن اقول له يطلع لي معلومات عن ايه الماس ترانسفير جوه الكولوم. فهتلاقي مثلا في حاجه هنا اسمها الانترفيس بروفايلز، مطلع لي التمبرتشر على الانترفيس بتاع الليكويد والفيبر على طول الكولوم، بس في هنا حاجات مش طالعه يعني مش اكتف يعني. فانا ممكن اقول له ايه في الريبورت اللي هتطلعه لي ده اللي هو في الانترفيس بروفايل دي، انا ما اعرفش الترانسفير كوفيشنتس برده مش موجوده والحاجات دي كلها مش موجوده. فانا ممكن اقول له ايه، انا هعلم عليهم كلهم بحيث ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نطلع بيها. هي حاجات هتبقى الى حد ما معلومات كتير قوي، ممكن ما تبقاش مهمه، بس حلو ان احنا نشوف الاوتبوتس دي طالعه هتبقى عامله ازاي. فانا في البروفايلز دلوقتي لو جيت ابص على الكومبوزيشنز
دي ما كانتش موجودة قبل كده. انا عندي على كل تري هنا الكومبوزيشن بتاعه عامل ازاي، بداية من اول تري لغاية اخر تري. بس هنا بقى الجديد ان انا عندي الماس ترانسفر، ده الماس ترانسفر ريت، يعني معدل الماس ترانسفر بتاع كل كومبوننت على كل تري هيبقى عامل ازاي بالبوزيتيف وبالنيجاتيف، يعني بيزيد ولا بيقل. هلاقي ان الهيت ترانسفر موجود، الكوندكتيف والهيت ترانسفر والكونفكتيف هيبقى عامل ازاي، الانترفيشال اريا عند كل واحد فيهم هيبقى عامل ازاي. فهو بيديني معلومات كتير جدا جدا، الماس ترانسفر كوفيشنت والديفيوجن والحاجات دي كلها موجوده، دايمنشنلس نمبرز على كل تري هيقول لي مثلا الشميت نمبر بكام والشيرود نمبر بكام، حاجه رائعه الحقيقه. طبعا دي بتاعت الباكد كولوم فمش هينفع اشتغل، يعني مش هتطلع لي ارقام دلوقتي. فيعني اللي اقصده ايه، دي المقصود من الفيديو ده ان احنا نفهم شويه لو انا هشتغل بريت بيزد ايه نوع المعلومات اللي انا المفروض اديها له، والاوتبوتس اللي هتطلع، وايه الفرق بينها وبين الايكوليبريم. فارجو الموضوع يكون واضح، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.